انا نتمنى نهار اخر تكون مرتي مثلا ناخذها في الاحلال واللي في خير ربي يسهل فيه. Prenez des Tunisiens, prenez les Tunisiens, sans souci, pas de problème. Algérienne, comment vous avez su? Oui, je suis algérienne. Mais l'accent تاعك. Merci. J'habite en France, à Paris. برشا يقولوا ما ناخذ كان تونسية. ما نعرس كان بوحدة من أصول تونسية خاطر تفهمني ونفهمها. اسكو انت tu es pour ou contre؟ والله انا تعرفت على الجزائرية عجبتني عقليتها مشيت خذيت. ما شنو تقول للتوانسة اللي يقول لك ما ناخذ كان تونسية؟ والله شو كل واحد ورايه في الدنيا ذي. كل واحد وشنو معناها يختار. فما اللي يحب قورية، فما اللي يحب تونسية، فما اللي يحب جزائرية. كل واحد شو يحب في الدنيا. حتى توانسة باهين نحن مش خايبين. أنا توانسة نحبهم خويا ولاد بلادي. فهمني؟ أنت تؤمن بالمكتوب معناتها؟ نؤمن بالمكتوب عادي كان جاتني تونسية ناخذها تونسية، أو جاتني واحدة جزائرية خذيت واحدة جزائرية. شنو الحاجات اللي عجبوك فيها؟ والله جونتي قلبها باهي إنسانة تحفونة برشا رجولية أقوى من الراجل. عجبني فيها برشا صفات. سبونتاني ياسر. تحفونة. فهمني؟ عاشك. احكي لنا شوية على مستقبل علاقتكم شنو تراها؟ والله ان شاء الله كل شيء بالمكتوب كل شيء بالمكتوب ان شاء الله انا نتمنى نهار اخر تكون مرتي مثلا ناخذها في الاحلال واللي في خير ربي يسهل فيه. Déjà, on est fiancés, alors un peu par un peu. Fiançailles, un peu par un peu. Merci. Hey, est-ce que maintenant, aïlte ou aïlte a accepté le حكاية ou لا? من الأول صارت بروبليمات معناها كونتر وياد بعديك سبحان الله بعديك بدينا معناها نتعرفوا على بعضنا بشوية بشوية فهمت حتى اللي فهمت فهموا الحكاية اللي نحن نحبوا بعضنا معناها هكا خلونا على راحتنا. وانت شنو رايك لي؟ نو تري جونتي، إلي أونيت جونتي، ولد فاميليا، يا غين أدير. شنو أكثر حاجة عجبتك فيه؟ لونيتي، إلي أونيت. وقلبي. صراحة كهو؟ ما ولا حنين يمشي بنيتو وعنده كلمة رجولية. فوالا. تشجع تزيريا باش ياخذوا الرجال التوانسة؟ وي وي يا با تسوسي. أوكان بروبليم. قالهم قالهم خذوا توانسة قالهم. Prenez des Tunisiens, prenez les Tunisiens, sans souci, pas de problème. Ok؟ Merci.